بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله الحديث كتاب وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، إنها نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت سبحانه وتعالى على هذه الكلمة
شيئا دخل الجنة. كلمة التوحيد مفتاح الجنة، تعني أن نفرد الله عز وجل بالعبادة، فلا نعبد غيره سبحانه وتعالى، لا نتقرب إلى غير الله عز وجل بنوع من العبادات، مهما كان هذا الأحد الذي يعبد أو تصرف له العبادة، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا، لا تصرف العبادة إلا لله. من ذبح لغير الله فقد أشرك. لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وطلب المدد وغير ذلك من أنواع العبادات لا يصرفه المسلم إلا لله جل وعلا. هذا مقتضى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود كله إلا الله. ثم الركن الثاني شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، التي تعني أن المتابعة لواحد، أن المسلم لا يتابع أحدا من الناس، إنما يتبع طريقا واحدا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ليست هناك طرق كما يقول أرباب الطرق الصوفية، الطرق كل هذه الطرق لا توصل إلى الله، ليس هناك إلا طريق واحد، طريق واحد هو الذي يوصل إلى الله عز وجل، هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة نبينا محمد صلى الله ومن تخلف عنها هلك. لا يحل لمسلم أن يتقدم بين يدي الله ورسوله أو أن يتجاوز ما ورد عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه
والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. انتبهوا أيها المسلمون لهذه العبارات التي تتردد بينكم، يراد من ورائها حجب الشريعة الإسلامية عن الحياة، عزل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة. هذا هو الذي يريدونه بهذه العبارة وغيرها. ليست هناك دولة عدل إلا دولة الإسلام التي تعلوها أحكام الإسلام. ليس هناك عدل في أمريكا إن كانوا قد روجوا هذه الأكاذيب. انظروا إلى مكانة السود في أمريكا وإلى القوانين التي يحكم بها حتى الآن في أمريكا، تميز الأبيض عن الأسود. انظروا إلى كنائسهم وقد افترق فيها البيض عن السود، كنائس للبيض وكنائس للسود. هذه ديمقراطيتهم وهذا عدلهم. لا يكون العدل إلا في ظل الإسلام. لا ترددوا عبارات لا تفهموا معناها. العدل في شرع الله، العدل في شريعة الإسلام، العدل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لكم دينا ليس له مثل على وجه الأرض. اعتزوا بعقيدتكم وافتخروا بأنكم تنتسبون إلى هذه الأمة، إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية كلها، أستاذ البشرية كلها صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة رحمة الله جل وعلا للعالمين، رحمة الله للعالمين. نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أرحم الناس بالناس. انظروا إلى عقلنا مع النصارى الذين يسكنون معنا في بلادنا التي نشكل فيها أغلبية كاسحة، 95% من أهل مصر مسلمون، نشكل أغلبية كاسحة. انظروا إلى معاملتنا الحسنة مع النصارى الذين يسكنون معنا في بلادنا، انظروا إلى إحساننا إليهم ونحن أغلبية كاسحة بالنسبة لهم، وهم أقلية لا تذكر، ومع ذلك نحسن إليهم ونعدل معهم. وقارنوا بين حالكم أيها المسلمون وما يحدث للأقلية المسلمة في فرنسا وفي أمريكا وفي غيرها. كيف تسن القوانين لمنع الحجاب في فرنسا؟ كيف تسن القوانين لمنع الحجاب في فرنسا مع أن المسلمين في فرنسا بالملايين؟ وكيف يمنع المسلم في أمريكا من أن يؤدي، من أن يأخذ عطلة العيد في أيام العيد؟ يضطر أن يذهب للعمل. لا تعترف أمريكا بأعياد المسلمين ولا تمنحهم أجازة في أعيادهم. هذا حال المسلمين في أكثر هذه البلدان، تشدقا بالحرية وتشدقا بالديمقراطية. هذا غير ما يصيبنا على أيدي إخوانهم في روسيا من ذبح وتقتيل لإخواننا، وما كان يصيب إخواننا في البوسنة والهرسك من ذبح وتقتيل وهتك للأعراض. 50,000 امرأة مسلمة تم اغتصابها على أيدي نصارى الصرب ونصارى الكروات في البوسنة والهرسك وحدها. هذا حالهم معنا وهذا حالنا معهم. نحن ننطلق من ديننا، ننطلق من عقيدتنا، ننطلق من شريعة ربنا. لا يظلم في
وتكفرون ببعض، أفنؤمن
لهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عبارة تؤثر في نفس المسلم حينما يقرأها. كتبها أحدهم على بعض اللافتات يقول: ماذا رأيتم من الله حتى تكرهوا شريعته؟ وفي أوائل القرن العشرين لما حجب الدين عن الحياة وفصل بين الدين والدولة وأبعدت شريعة الإسلام وتم استيراد القوانين من سويسرا ومن فرنسا ومن غيرها، كيف وبماذا أصاب الله الأمة لما صنعت ذلك؟ أصابها الله جل وعلا بسقوط آخر دول المسلمين، آخر دولة إسلامية في تاريخ المسلمين، وهي الدولة العثمانية. عاقب الله عز وجل الأمة التي فرطت في الشريعة بإسقاط دولتها، وكانت الدولة العثمانية بمثابة حاجز يمنع بين الدول الأوروبية وبين افتراس بلاد المسلمين. فلما سقطت الدولة العثمانية أقبل المجرمون من اليهود والنصارى في أوروبا على بلاد المسلمين يقتسمونها بينهم، فكانت مصر من نصيب بريطانيا، وكانت السودان أيضا من نصيب بريطانيا، وكانت العراق كذلك من نصيب بريطانيا، وكانت فرنسا من نصيبها، بلاد المغرب العربي كلها بالإضافة إلى الشام. هكذا عاقب الله الأمة التي تركت شريعته، عاقبها بإسقاط دولتها وتمزيق ملكها، ونحن أيها المسلمون بعدما أكرمنا الله جل وعلا بالحرية آن الأوان أن نشكر الله جل وعلا على نعمته، ولا يكون شكر النعمة إلا بالرجوع إلى دينه، بالرجوع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه محذرا الأمة الإسلامية من إهمال الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لا تكونوا مثل بني إسرائيل، لما أكرمهم الله ونجاهم من فرعون وأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله
نلتزم بهذه الحدود، وجيوشنا تقف عند هذه الحدود. هل رأيتم عجزا مثل عجز الأمة الإسلامية الآن أن تنقذ المسلمين في سوريا؟ أتدرون لماذا؟ لأن جيوش الأمة الإسلامية لا تستطيع أن تغادر هذه الحدود، هذه الحدود التي رسمها العدو، رسمها الإنجليز ورسمها الفرنسيون، هم يلتزمون بها. لكن دولة الإسلام حينما كان للمسلمين دولة، كانت المرأة المسلمة تستغيث بالحاكم المسلم فيبعث لها جيشا، يبعث لها جيشا أوله عنده وآخره عند المجرمين، وآخره عند المجرمين. جيش المسلمين لا يحرس حدودا، وإنما يحرس دينا، يحرس شريعة، يحرس عقيدة. جيش المسلمين لا يقاتل حمية ولا يقاتل عصبية، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل شجاعة وعن الرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذه عقيدة الجيش المسلم. لا يحرس ترابا ولا يحرس حدودا، وإنما يقاتل في سبيل الله. من كفر بالله حتى لا يعبد أحد إلا الله، الله ابتعثنا، نحن أصحاب رسالة، وجيوشنا يجب أن يكون لها رسالة. عبر عنها ربعي بن عامر حينما قال الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. جيش المسلمين لا يكون إلا في دولة الإسلام، ودولة الإسلام لا تكون إلا حينما تعلوها أحكام الإسلام. إقامة الدولة الإسلامية ضرورة، إقامة الدولة الإسلامية ضرورة، وتحكيم الشريعة الإسلامية ضرورة، والعمل على استعادة الخلافة الإسلامية ضرورة. لا يكون لهذه الأمة وزن ولا يكون لها قيمة إلا بهذه المبادئ، إلا بهذه المعاني. شريعة الإسلام، دولة الإسلام، خلافة المسلمين. وإلا هل تجرأ سفهاء اليهود والنصارى على دينكم وتطاولوا على دينكم كما ترون الآن؟ هل حدث ذلك حينما كانت للمسلمين دولة وحينما كان لهم حاكم يحكمهم بشرع الله وحينما كان لهم جيش يقاتل في سبيل الله؟
الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم ردنا ورد جميع المسلمين اليك مردا جميلا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود. اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود. اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم استر عوراتهم وامن روعاتهم. اللهم احقن دماءهم واحفظ اعراضهم. اللهم اطعم جائعهم واسقى عطشانهم واكس عريانهم وامن خائفهم وشجع جبانهم وقو ضعيفهم وسلح اعزلهم واحمل راجلهم واشف مريضهم وداوي جريحهم وحرر اسيرهم وتقبل شهيدهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واعنا ولا تعن علينا، وانصرنا